السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مهندس محمد سالم النهاردة بمشيئة الله استكمالا لسلسلة زراعة وإنتاج أشجار الموالح في الوطن العربي. النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني من ري وتسميد أو برنامج خدمة أشجار الموالح، ولكن النهاردة هنتكلم على برنامج خدمة أشجار الموالح في الأراضي التي تروى بالتنقيط أو التسميد مع مياه الري. فلو حضرتك ما تابعتش معانا السلسلة من أولها، وقف الفيديو هنا وارجع للفتات فيديوهات السابقين عشان تبقى ماشي معانا بالتسلسل، لان الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة هو استكمال للفيديو السابق في التسميد. فهنيجي النهاردة لو حضرتك عندك بستان موالح او بستان ليمون في بيروى عن طريق التنقيط، فهتعمل ايه؟ اولا اول حاجة عندي هناخد الاحتياطات التي يجب مراعاتها في الري بالتنقيط بصفة عامة. لو انت عندك ري بالتنقيط في اي محصول عندك احتياطات، احتياطات هي ايه؟ اول حاجة انك انت تنظيف الفلاتر وشبكات الري بشكل دوري او مستمر مرة على الاقل كل شهر، دي اول حاجة. تاني حاجة عمل غسيل دوري لمحطات الري عندك برضو مرة كل شهر. تالت حاجة التأكد من معايرة شبكة الري عندك وتصريف النجاطات، ولابد ان يكون تصريف النجاطات في بداية الشبكة متساوي مع تصريف النجاطات في نهاية الشبكة. رابع حاجة والحاجة المهمة ان انت طريقة اضافة التسميد مع مياه الري لابد ان يكون انتهاء التسميد مع او اضافة التسميد قبل انتهاء الري بحوالي نص ساعة، عشان الفترة الاخيرة بتكون عملية غسيل لشبكة الري. الحاجة اللي بعد كده لابد انك انت تضخر في برنامج التسميد بتاعك مع مياه الري الاحماض، سواء كان حمض الفوسفوريك او حمض النيتريك، ويكون الاحماض ده هي بالاضافه ان هي بتضيف العناصر السماديه كذلك بتعمل على غسيل شبكه الري. ولو جينا خدنا غسيل شبكه الري ان لابد انك انت تضيف بعد اضافه الاحماض تعمل غسيل لنهايات شبكه الري ونهايات الخطوط، وممكن نبقى نتكلم عليها بشكل بالتفصيل. رابع حاجة لو اختبار جودة المياه عندك، سواء كنت هتروى في من مياه ترعة او من مياه ابار، فانت لابد تعمل اختبار لجودة المياه مرة كل 6 شهور على الاقل. ثالث حاجة والحاجة اللي بعد كده اللي هي الوضع الصحيح لخطوط الري، هتحط خطوط الري بالنسبة للاشجار عندك على مسافة قد ايه. الحاجة اللي بعد كده برضو عدد النقطات المثلى لكل نبات، وعدد النقطات المثلى ده هي مرتبطة بتصريف النقاط، وتصريف النقاط مرتبط بمعدل التوصيل الكهرمائي او للارض. فلو انا عندي اراضي رملية بنقول بفضل ان انا اضيف نقاط التصريف بتاعه 4 أو 6 رتل في الساعة. طب لو انا عندي اراضي تقيلة طمية طينية او اي حاجة اراضي تقيلة، فبيقلل معدل تصريف المياه في الاراضي ديت ل2 رتل في الساعة. ده بالنسبة لاحتياطات عامة في الري. طب عندي التسميد مع مياه الري برضو مش اي سماد اجي احطه في مع مية الري، لابد ان انا اراعي بعض المعايير في التسميد مع مياه الري. اول حاجة التركيب الكيميائي للمية اللي عندك، بتعمل تحليل هتلاقي التركيب الكيميائي للمية اللي عندك، خصوصا ايه عندي 4 عناصر خاصة بها، الكالسيوم والصوديوم دول عنصرين، والكبريتات والكلوريد، دول 4 عناصر وجودهم مهم جدا وتركيزهم مهم جدا في مياه الري، وعلى اساسهم بحدد التسميد بتاعي وبحدد العناصر السماديه بتاعتي. تاني حاجه السماد ذات نفسه، السماد ذات نفسه ده هو نسبه العناصر السماديه الموجوده فيه ايه، كميه العناصر الاسمده اللي انا هحطها في معامله الري في الدفعه الواحده قد ايه، نسبه نقاوه الاسمده بتاعتي، النقاوه بتاعه السماد دوت قد ايه، والشوائب فيه قد ايه، وامكانيه الخلط قد ايه بتاعته، ونسبه الذوبان بتاعه العنصر ده، هل هو عناصر سريعه الذوبان في المياه او سهله الذوبان، ولا عناصر تقيله وصعبه الذوبان، وديت ليها حاجه ودي ليها حاجه. كذلك انا قلنا في الخلط، هل العنصر ده هو يقبل ان هو اضيفه مع عنصر تاني، وعمليه الخلط ده هي في الاسمده عندي 3 حاجات. اول حاجه التضاد، لو انا حطيت عنصر مع عنصر واحد فيهم بيثبط عمل التاني. تاني حاجة اللي هو المساعدة، لو انا حطيت مثلا المغنيسيوم مع البوتاسيوم بيساعدوا الاتنين بعض وبيؤدي الى زيادة النشاط. رابع حاجة ان هو يقبل الخلط مع بعض مفيش فيها اي مشكلة، فلابد ان انا اعرف الخلط بتاع الاسمدة بتاعت ايه.
خصوصا مثلا لو انا حسمت كالسيوم او نطاط كالسيوم هو صعب جدا الذوبان، فانا بسميده في فتره معينه بطريقه معينه باسلوب معين وليه طريقه وتكنيك معين. كذلك الخلطه عندي لو انا هخلط حماض مع عناصر تانية ممكن يحصل انفجار او يحصل عملية حاجات صعبة جدا، فلابد ان انا طريقة الخلط الاسمدة ذات نفسها، هل انا هحط المية الاول ولا هحط العنصر السماد الاول ولا هحط احماض مع حاجة معينة احط ايه قبل ايه، فدي كلها عاوز حد متمكن وحد فاهم من عملية خلط الاسمدة خصوصا مع مياه الري. مش بس الخلط بره، هل الاسمدة ده هي هتترصى في شبكات الصرف في شبكات الري عندي، وهل الأسمدة ده هي هتؤثر على الأرض عندي أو هتأثر على النبات. كذلك التربة، التربة ده هي التربة ده هي المصارف فيها عاملة ايه، حالة الصرف فيها ايه، التربة ده هي الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة ايه، درجة الملوحة بتاعت التربة، هل انا لو عندي البي اتش بتاعي منخفض احط ايه، او عندي البي اتش بتاعي مرتفع احط ايه، او عندي البي اتش بتاعي متعادل احط ايه. واحنا قلنا ان امتصاص العناصر كله متوقف على بي اتش التربة، فلابد ان انا يكون عندي خلفية كبيرة جدا على بي اتش التربة وخاصة اقدر اشتغل بها. كذلك العوامل التي تؤثر على التسميد مع مراه الري برضو العوامل المناخية، درجات الحرارة هل هي مرتفعة هل هي منخفضة، هل فيه رطوبة عالية في الجو، هل فيه شدة إضاءة في الجو، هل فيه سقوط أمطار أو ما فيش سقوط أمطار، كل دي عوامل مهمة جدا جدا لابد ان انا اخذها في عند التسميد مع مياه الري. كذلك حالة النبات، النبات عمر النبات، الصنف اللي انا هشتغل عليه ايه، المحصول المتوقع، المرحلة الفسيولوجية للنبات اللي انا بشتغل فيها ايه، كل دي حاجات وعوامل لابد ان انا اخدها واحطها في الاعتبار عند الري بالتسمير. طب احنا قلنا الاسمدة بتاعتي اتكلمنا عنها ان هي في الاسمدة في اللي انا بستخدمها مع مياه الري ان هي تكون سهلة الذوبان، ما يحصلش فيها ترسبات، تكون آمنة على الحقل وآمنة على شبكة الري وآمنة على التربة وآمنة على النبات، ما يكونش لها تأثير ضار على العاملين عليها، وتكون سهلة الخلط مع الحاجات بتاعتها. والبي اتش طبعا بتاع الأسمدة، لو أنا عندي أراضي كروية أحط بي اتش استخدم الاسمده اللي هي حمضيه عشان اعادل البي اتش، لو انا عندي في اوروبا الاراضي حمضيه لابد استخدم الاسمده الكرويه عشان اعادل البي اتش بتاعي، فحاجه مهمه جدا جدا. طب ديت بصفه عامه كده خطوط عريضه في برنامج الري والتسميد في الاراضي اللي تربى بالتنقيط. طب انا لو خدت بقى الحاجات دهيت ودخلتها على البرنامج خدمه اتجار الليمون او اتجار الموالح في الاراضي التي تربى بالتنقيط، زي ما قلنا في الفيديو السابق اللي انا هقسم المراحل الفسيولوجيه لاتجار الموالح لاربع مراحل، قلنا مرحله السكون اللي هي بتكون ديسمبر ويناير وفبراير، قلنا المرحله الثانيه مرحله العقد والتزهير وبتكون مارس وابريل ومايو ويونيو، والمرحله الثالثه مرحله زيادة النضج وقصر السكون اللي هي بتكون مرحلة يوليو وأغسطس وسبتمبر، والمرحلة الرابعة اللي هي بتكون مرحلة اكتمال النضج. تمام، لو خدنا أول مرحلة عندي اللي هي فترة السكون أو خدمة الشتوية اللي هي بتكون ديسمبر ويناير وفبراير، في المرحلة ده هي الري فيها بيكون الاحتياجات المائية للأشجار قليلة، فبدي حوالي 30 رتل مية على الشجرة في اليوم، ديت المعدل الري اللي انا برويه، هتروي بقى مرة في الاسبوع، هتروي مرة كل اسبوعين، هتزود فترات الري، هتقلل فترات الري، انت عندك معدل ودي المعدل ده على حسب ما انت حضرتك بتديه. تمام، ده بالنسبة للري، ولكن قبل بقى ما تبدأ عملية النمو وإن النموات تشتغل معايا والأشجار تبدأ تشتغل معايا اللي هي شهر في 15 فبراير، هبدأ أعمل إيه في 15 فبراير؟ هبدأ أدي رية غزيرة جدا جدا للأشجار لحوالي 20 ساعة دهيت عشان أغسل الأملاح وتساعد على نمو النموات الخضرية الجديدة وخروج النموات الخضرية الجديدة بصورة ممتازة. طب التسميد عندي عند حاجتين، الخدمة الشتوية لأشجار الموالح واتكلمنا عنها في الفيديو السابق بالتفصيل مش هرجع اتكلم عنها، عندي بقى التسميد مع مياه الري في الموالح هحط ثلاث أسمدة مهمين، هحط حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك ده هوزعه على ست أسابيع، بداية من نص
من 15 يناير لحد نهاية فبراير. هحط في كل أسبوع حوالي 2.5 لتر حامض فوسفوريك مع مية الري، هضخهم مع مية الري، بإجمالي 15 لتر حامض فوسفوريك على خلال ال6 أسابيع دهم. يعني كل أسبوع هحط 2.5 لتر حامض فوسفوريك مع شبكة الري. دي أول حاجة. تاني حاجة هحط نترات نشادر او نترات كالسيوم قصدي وسلفات النشادر، هحطهم في الفتره من ايه، هحطهم في خلال اسبوعين، في الفتره من 15 فبراير لغايه نهايه فبراير، يعني خلال اسبوعين. طب هحط ده هم نترات النشادر وسلفات النشادر كام، نترات الكالسيوم قصدي وسلفات النشادر كام، هحط حوالي 15 كيلو او لكل حاجه من الحاجات دي في خلال الفترة دي، بمعدل ان انا الاضافة اسبوعية هضيف مثلا 17 كيلو عمد او 15 كيلو عمد هضيفهم على مرتين، وال 17 كيلو برضو سلفات النشادر هضيفهم على مرتين. يبقى في المرحلة اللي هي الاولانية دي بعمل 3 حاجات، الخدمة الشتوية واضافة حمض الفوسفوريك على 6 اسابيع واضافة نترات الكالسيوم وسلفات النشادر بمعدل 17 كيلو جرام على اسبوعين بالتبادل مع بعضهم. ديت المرحلة الاولى. طب المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التزهير والعقد، واللي احنا قلنا عندنا المرحلة ديت ممتدة من مارس وابريل ومايو ويونيو، ده هي مرحلة حساسة جدا في حياة الاشجار. لو خدنا الفترة الاولانية من مارس هتلاقي بيزيد معدل الري من 30، هيزيد معدل الري ل 60 رتل على الشجرة في اليوم. طب لو خدنا بعد كده ابريل ومايو ويونيو هتلاقي بيزيد معدلات الري من 60 ل 75 رتل على الشجرة في اليوم. وقلنا حاجات مهمة جدا جدا لابد ان انا اخذها في المرحلة دهيت، اللي هي والمرحلة دهيت بيحصل فيها العقد التزهير والعقد وكذلك رياح الخمسين، فلابد ان انا اهتم جدا جدا بالمية في المرحلة دهيت زي ما قلنا في الري بالغمر. طب التسميد عندي هقسمه على مراحل. اول حاجة عندي نوع السماد اللي عندي، لو خد نطرات الكالسيوم هتلاقي نطرات الكالسيوم بتحط من الفترة من اول مايو، من اول مارس قصدي، من بداية شهر مارس لغاية نص مايو بحوالي 10 اسابيع بضيف فيهم نطرات الكالسيوم. الكمية اللي انا عاوز احطها من نطرات الكالسيوم ديت هتبقى كام؟ حوالي 80 كيلو. يبقى 80 كيلو على 8 اسابيع، يبقى انت مطالب تحط كل اسبوع 8 كيلو نترات كالسيوم، موزعها بقى على حسب الايام عندك وعلى حسب دورات الري. طب ادي نترات الكالسيوم خلصنا منها. عندي تاني حاجه نترات النشادر. نترات النشادر ده هي بتتحط في الفتره من 15 مايو لنهايه شهر مايو اللي هي عباره عن شهرين. بضيف قد ايه نترات نشادر؟ بضيف حوالي 18 كيلو جرام اللي هم على اسبوعين، يبقى في الاسبوع الواحد بتضيف حوالي 9 كيلو جرام نترات نشادر. طب سلفات النشادر، سلفات النشادر بتكون في الفترة من اول مارس لغاية 15 مايو اللي هي حوالي 10 اسابيع برضو. بضيف قد ايه؟ بضيف حوالي 120 كيلو جرام سلفات نشادر، ويبقى في الاسبوع الواحد بضيف حوالي 12 كيلو جرام سلفات نشادر، بتوزعها بقى على الايام وبتعمل جدول التسميد، وممكن نبقى ننزل لكم جداول التسميد على حسب الايام في لو حضراتكم محتاجين ان شاء الله تعالى. طب نيجي بعد كده لسلفات البوتاسيوم وسلفات المغنيسيوم. ناخد سلفات البوتاسيوم الاول اللي هي هتكون من 15 ابريل، خلاص حصل عندي العقد، هحط بقى البوتاسيوم عندي لغايه نهايه مايو اللي هي عباره عن 6 اسابيع. بضيف حوالي كام؟ بضيف حوالي 36 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم بمعدل 6 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم على الاسبوع. طب سلفات المغنيسيوم بضيفها برضو من 15 ابريل لنهايه مايو اللي هي حوالي برضو 6 اسابيع، وبضيف بمعدل 24 كيلو جرام بمعدل 4 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم على الاسبوع. طبعا لابد ان انا ادخل عند الاحماض بصيغه مستمره، سواء كان احنا هنا حطينا نيتروجين كتير، فاضل عندنا عنصر ايه؟ الفوسفور، فاخده في صوت ايه؟ هاخده في صوت حامض الفوسفوريك، وهضيفه من اول شهر مارس لغايه نهايه شهر ابريل، تمام، اللي هو بمعدل 8 اسابيع هضيف 16 كيلو او 16 رتل حامض فوسفوريك بمعدل 2 رتل حامض فوسفوريك في الاسبوع. يبقى لاحظنا ان احنا حامض الفوسفوريك في المرحله الاولانيه كنا بنضيفه ب 2.5، هنا ضفناه بمعدل 2 رتل. دي المرحله الثانيه من مراحل النمو. طب نيجي للمرحله الثالثه اللي هي مرحله زياده الثمار
وكسر طور السكون اللي هي قلنا عندنا الري فيها بيكون عالي جدا. ليه؟ لان الارض في درجات الحراره بتبقى عاليه، عند الموالح بتكون في انشط حالاتها، بيكون معدل النمو الخضر بتاعها سريع جدا، معدل الزياده في حجم الثمار سريع جدا. لذلك اهتم بالري. اهتم بالري ازاي؟ ان انا ازود ارفع معدل الري من 75 لغايه 90 رتل للشجره، وفي خلال ده في يونيو ويوليو واغسطس. سبتمبر بقى اقلل معدل الري 75 رتل للشجره. طب الاسمده اللي عندي هنا، الاسمده هتتغير شويه عن الاسمده في المراحل السابقه. ليه؟ هحط هنا نترات نشادر، نترات نشادر، وهحطها في الفتره من اول شهر 6 لغايه 15/6 في خلال اسبوعين. هحط نترات نشادر ليه؟ هحط 18 الكميه بتاعتي 18 كيلو بمعدل 9 كيلو في الاسبوع. بعد كده هحط نترات، لاحظ هنا ان احنا شغالين نترات وليس كنا في الفتره السابقه ونشغلين سلفات. هحط نترات نشادر بمعدل 20 كيلو في فتره منين؟ الفتره من 15 يونيو لغايه 15 يوليو، يعني حوالي 4 اسابيع. طب هحط بمعدل كام؟ بمعدل 5 كيلو جرام سلفات نشادر على الاسبوع. تمام. طب برضو سلفات نشادر هتمتد معانا كذلك من 15 يوليو لغايه 15 اغسطس. يبقى انا عندي نترات النشادر هبدا من 15/6 لغايه نهايه شهر اغسطس، هحط فيها سلفات نشادر بمعدل في الفترة الأولانية اللي هي بتاعة شهر 6 و7 هحط 5 كيلو، في الفترة 7 و8 أو 8 و9 هحط 11 كيلو في الأسبوع. طب تيجي بعد كده لسلفات النشادر، سلفات النشادر هحطها في الفترة من 15 أغسطس لنهاية شهر أغسطس اللي هم أسبوعين. تمام. هحط فيها عبارة عن كام؟ عبارة عن 90 كيلو جرام من سلفات النشادر، وهضيفها على دفعات. بعد كده سلفات البوتاسيوم، سلفات البوتاسيوم مهمة جدا جدا بقى في المرحلة دهيت، وهي بتمتد من 6/5 لغاية نهاية شهر 9، وعبارة عن 10 شهور بحط فيهم سلفات نشادر. بضيف 80 كيلو جرام سلفات نشادر بمعدل 8 كيلو جرام سلفات نشادر في الاسبوع. سلفات المغنيسيوم برضو بتمتد معايا 10 شهور في الفتره من 15/7 لغايه نهايه شهر 6 سبتمبر او شهر 9، وبضيف 30 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم او سلفات مغنيسيوم بمعدل 3 كيلو جرام سلفات مغنيسيوم على الاسبوع. حامض الفوسفوريك هيمتد معايا برضو لغايه 15 يوليو، وهتبقى ديت اخر حامض الفوسفوريك معايا بمعدل 2.5 رتل حامض فوسفوريك على الاسبوع لغسيل الشبكات. نيجي بعد كده للمرحله الرابعه والاخيره عندي اللي هي مرحله اكتمال النمو ونضج الثمار اللي هي بنقول عليها اكتوبر ونوفمبر. المرحله ده هي بيقل الري لان النبات ما بيبقاش محتاج كميه كبيره من الميه، ولكن لابد ان انا اراعي عدم تعطيش النبات ووجود مجموعه كبيره جدا من المياه في او الرطوبه داخل الاشجار. طب معدل الميه في المرحله ديت بيكون كام؟ بيكون 30 رتل على الشجره على اليوم. طب التسميد في المرحلة دهيت بيكون قليل جدا جدا. لو انا وقفت التسميد عموما مفيش مشكلة، ولكن هبدأ ادي اسمدة معينة. حد ايه؟ حد سلفات بوتاسيوم، حد سلفات مغنيسيوم، حد سلفات نشادر. تمام. 3 اسمدة هديهم بمعدلات ايه؟ هديهم بمعدلات 15 كيلو جرام من سلفات البوتاسيوم وسلفات النشادر على الاسبوع، وسلفات المغنيسيوم حد حوالي 6 كيلو جرام سلفات مغنيسيوم في الاسبوع في خلال الفترة من شهر اكتوبر لغايه شهر نوفمبر. وبعد كده هبدا استعد للحصاد المحصول، وممكن في حاجة عندنا اللي هي ممكن ابيت المحصول على الاشجار. لو انا عندي السعر منخفض ممكن ابيت المحصول على الاشجار محصولوش في المراحل بتاعته، ودي هنتكلم عنها بصورة بشيء من التفاصيل. اتمنى ان انا اكون قدمت لحضراتكم برنامج ري وتسميد الموالح سواء في الاراضي بالتنقيط، الري بالتنقيط او الري بالغم بصورة مبسطة. ولو عاوز حضرتك ننزل لك جداول كاملة موضحة بالاسابيع كل اسبوع في اليوم هنسمد ايه،
ويكون برنامج استرشادي، لان زي ما قلنا الري والتسميد هو برنامج استرشادي. الكلام اللي انا بقوله هنا ممكن اخلفه في المزرعه الواحده، احط اكتر من برنامج، فده برنامج استرشادي ممكن حضرتك تاخده وتقارن بيه وتطوره على حسب الظروف المناخيه عندك. ولو عند حضرتك اي سؤال او استفسار يا ريت نتناقش مع بعض في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ده يا ريت تشاركه مع اصدقائك عشان نوصل لكل ما هو جديد، يوصلك ما هو كل ما هو جديد. وقطر ألف شيرك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.